السلام عليكم أحبابي المشاهدين، بحلقة اليوم بدي اقترح عليكم فكرة صناعة قطر صحي للحلويات العربية. أكيد في كتير عم يستغربوا كيف ممكن للقطر أن يكون صحي، والجواب هو نعم، فيكم تصنعوا قطر صحي لما تستخدموا سكر صحي صافي مستخرج 100% من الفاكهة الطبيعية، غير معرض للمبيدات والمواد المبيضة. عندي هون سكر مبيض غير صحي، هو الأكثر شيوعا عند الناس. لما تروحوا على السوبر ماركت في بالإضافة لسكر الأبيض اللي بتستخدمه الأغلبية عدة أنواع أخرى أغلب شوي بس صحية، ما معرضة لمبيدات ومواد مبيضة وطعمها صافي أصيل لأنها مصنوعة من الفاكهة الصافية 100%. اخترت للقطر اللي بدي أحضره اليوم سكر قصب عضوي من إنتاج البرازيل، غير معرض للمبيدات المسرطنة والمواد المبيضة المؤذية. ببلش إذا بتحضير القطر الصحي. بوضع بطنجرة كوب وربع سكر، نص كوب مي، وملعقة شاي من عصير الحامض الصافي. بحرك المكونات على نار متوسطة حتى تصير شفافة وتبدأ بالغليان. ساعتها بخفض الحرارة لأدنى درجة غليان، بتوقف عن التحريك وبترك القطر يغلي لحوالي 5 دقايق، بعدين بضيف رشة مزهر أو مورد وبترك القطر يغلي 5 دقايق إضافية، بعدها بطفي النار وبترك القطر يبرد شوي بالطنجرة قبل سكبه بقنينة زجاجية. ملاحظة هامة بخصوص القطر، لازم مراقبته طول فترة التحضير لأنه السكر ممكن يفور بسرعة لما تكون النار مرتفعة، فضروري تكونوا مشرفين حتى تخفضوا الحرارة بالوقت المناسب. بعد ما برد القطر بحرارة الغرفة وسكبته بقنينة صار وقت جربه وأعطيكم انطباعي. عندي رز بحليب صنعته خصيصا بدون سكر على الإطلاق حتى أكله مع القطر الصحي. لونه جميل جدا. حاول وزع على كافة السطح. طعمه كتير طيب. السكر الأبيض عادة محايد ما في طعم، بنشعر فقط بالحلاوة مع نكهة المزهر أو الموارد. هيدا السكر له نكهة خاصة لذيذة جدا، مش عارف كيف أوصفها، قريبة من نكهة شراب الجلاب إذا بتعرفوه. بتمنى تجربوا تصنعوا القطر بسكر صافي غير مبيض، فعلا النتيجة مش بس صحية بل لذيذة جدا. لمشاهدة المزيد من الحلقات اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام للفريق الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء. ختاما بحب اقترح عليكم بضعة حلقات من إعدادي: تنبيه من دهون الخنزير في الشوكولا، وصفة القشطة الصحية، المهلبية، القطايف بالقشطة، الحليب المكثف، الرز بالحليب، والقشطلية.